اهلا وسهلا بمتابعات ومتابعي منبر فانشكات. كنتواجد حاليا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط بحي انسي مع حاله انسانيه تدمي القلب وتبكي العيون. ما نطولش عليكم، نخليكم تعرفوا على هذه الحاله الانسانيه. اختي رابعه، بدايه حاولي تعرفي المشاهدين على راسك. انا الاسم ديالي ربيعه، ام لثلاثه الوليدات، وعندي ولدي الكبير مريض وما كاينش دابا اللي يصرف علينا، وداك الشيء انا اللي خدامه عليه، ودابا حاليا جالسه من الخدمه حيت ما كاينش اللي يقابلوا ليا مع مريض والسبيطار وداك الشيء. جالسه من الخدمه يعني ما كاينش اللي يصرف علينا حاليا. اختي رابعه، كما كنعرفوا دابا حاليا انت بدون عمل، كيفاش كديري مع الكرا ومستلزمات العلاج ديال الابن ديالك؟ والكرا كيتجمع لي راه دابا 3 شهور، باقي ما مخلصاش الضو والماء، يعني راه 3 شهور قاصحه شويه، وكعارف ما خدامه. في العشيه بحال هكا مع ديك الجوج، ملي كنجيب ولدي من السبيطار وكنخليه في الدار ونحط ليه كلشي، تنخرج كندير الميناج عند العيالات اللي كنعرف، وتنجيب داك الشيء اللي قسم الله باش يلا كنوجد مصاريف ديال الغد لي عاوتاني للسبيطار والدواء وداك الشيء، باش كنحاول نعيش وليداتي بثلاثه. والكرارة باقي ما لقيتش كيفاش نفكو حيت صعيب شويه القضيه، باقي ما خدمتش، ما عنديش شي خدمه مديره، وحتى الا خدمت شي خدمه مستقره عندي ولدي مريض ما كاينش كيفاش. هذا هو المشكل اللي عندي. واضح واضح. بالنسبة حاليا شي الابن ديالك كيلزمو العلاج، كيلزمو الدواء، كيلزمو الترونسبور، كيفاش كتواكبي هذا المرض؟ وصعيب شويه، ولكن الحمد لله كاين الناس اللي تيشوفوني بحال هكا في الزنقه، غدا بيه تيبقى فيهم، تيتعاونوا معايا كيعطفوا عليه، المهم تيتعاونوا معايا. داكشي اللي كيعطوني هو باش كناخد ترونسبور، حيت يوميا كيخصو يمشي يسواني على الفتحه ديالو، والدواء كل 4 ايام خصني ناخدو ليه ديال الميكروب. الحمد لله. نعم، حاولي اختي رابعه تحاولي تقربي المشاهدين من المرض اللي كيعاني منه الابن ديالك. ولدي عنده مرض البهجت، هو مرض مزمن، مرض مزمن ما عرفش سميتو بالضبط بالفرنسيه، البهجت. والمشكل دار لي التهاب في المصران وتفرقعات لي المصران الزايده، ودار عمليه. نعم، واش ممكن تورينا الفصمه ديالو اللي في الكرش ديالو باش المشاهدين يحاولوا يشوفوا معنا؟ كما كتشوفوا ها هي كيخصو يسوني عليها يوميا. نعم، اذا الحاله واضحه جدا، كيخصو يسواني يوميا حيت الدات ديالو ما كتجاوبش ليه مع الدواء، وما براتش الفتحه، راه تقريبا دابا جايه لشهر من الاول ديال رمضان، والفتحه باقي ما براتش ليه حيت الدواء ديالو الدات ديالو ما تتجاوبش ليه مع الدواء. اخت رابعه، حاولي تقربي المشاهدين من الادويه اللي كيتناول الابن ديالك. الادويه اللي كياخذ ولدي كياخذ هذا ديال الميكروب، هذا كل 4 ايام خصني ناخذه ليه، عنده هذا ديال السخانه حيت باقا كطلع له السخانه ديال الميكروب، وهذا ديال الحريق حتى هو باقي كيشدو الحريق، وهذا انتيبيوتيك حتى هو كيخص ياخذ كل هذا 8 ايام، وعنده هاد ايميغيل على حساب المرض ديالو، مرض البهجت، هذا حتى هو ما خصوش يوقفوا على حساب تخثر الدم. هذا ديال الحريق حيت عنده واحد العريقات سمبوشي اللي في المصران الرقيق، عريقات رقاق، تيشدو الحريق باش كيتكالما شويه الادويه، وهذا كيجيني شويه قاصح حيت كل 4 ايام خصني ناخذه ضروري. يعني اذا دابا كل 4 ايام خاصك تشري بواطه جديده او كل 4 ايام خصني ناخذ بواطه، والمشكله راك كتعرفوا ما خداماش وثلاثه الوليدات، راه الله يحسن العوان. اذا اختي رابعه، انت امام عدسه منبر فانشكارت، شنو الرساله اللي بغيتي توجهها للناس اللي يشوفوا هذا الفيديو؟ الرساله ديالي اللي غنبغي نوجهها لهم هي شي محسنين يعاونوني في ولدي والمصاريف ديالو والدواء، ووليداتي الاخرين المصاريف ديالهم، وباش نخلص الكرا. ما كرهتش شي محسن ولا محسنه اللي يعاونوني حتى في السكن، راك كتشوفوا السكن ديالي القصدير، وقت الشتاء كنتكرفص مع القطره، وقت الصيف كذلك عاوتاني الصهد والشمس وثلاثه الوليدات، كان الا مشيت لشي خدمه ولا جاني شي بريكول على غفله كنخليهم بوحدهم بثلاثه، والشراجم راه الحال صعيب شويه، ما كاينش اللي يقابلهم ليا نهائيا. اذا متابعات ومتابعين منبر فانشكات، الطفل ايوب في وضعيه صحيه حرجه، وكنتمنوا من المحسنين يساعدوه بقدر المستطاع. وهذه رساله ايضا للجمعيات والمؤسسات الخيريه على انها تدخل في هذا الامر، حيث الطفل ايوب ماشي فقط ولد الاخت رابعه، وانما هو ابن المغاربه كاملين، خصوصا حنا في شهر رمضان
الشهر اللي كبير عند الله ومع اقتراب عيد الفطر، هذه فرصة باش نتعاونوا مع الأخت ديالنا ونفرحوا الطفل أيوب باش يدوز العيد بحاله بحال جميع الأطفال المغاربة. وبهذا نكون انتهينا الفيديو، إلى اللقاء.